بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق في هذا الفيديو كالعادة إلى آخر الأخبار والمفاجآت المتعلقة بالمنتخب الوطني الجزائري ومحترفينا عبر أصقع العالم. سنتحدث عن تألق أمين شياخة وتسجيله لثالث أهدافه وتصريحات مدربه، كما ستشاهدون أيضا هدف بنزي الرائع، وسنتحدث عن سوق الانتقالات بصفة عامة، عن سامي فرج وعن عطال وما قاله رئيس أظناديمير سبور، وأخبار كثيرة، فلا تفوتوا مشاهدة هذه الأحداث المهمة والمثيرة. البداية من أمين شياخة الذي يواصل التألق في المباريات التحضيرية، ونشر النادي تغريدة على منصة إكس قال فيها بأهداف أوريوس كارسون وبيرجر ميلينغ وأمين شياخة انتهت آخر مباراة تحضيرية بالفوز 3-2 على سوندرجيسك. كما نشر النادي في موقعه الرسمي مقالا تحت عنوان تم تأمين السباق النهائي القوي بنتيجة 3-2 في المباراة التحضيرية الأخيرة. وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي، كانت المباراة التحضيرية الأخيرة قبل الانطلاق الرسمي للبطولة مليئة بالأهداف، وبدت للوهلة الأولى أنها ستنتهي بانتصار نادي سوندرجيسك، لكن الطفرة التي حدثت في أداء زملاء شياخة والعودة بقوة في اللحظات الأخيرة وتسجيل هدفين حولت النصر لصالح نادي كوبنهاغن. وقال جاكوب نيستروب مدرب كوبنهاغن بعد نهاية المباراة، سواء خسرنا بهدفين مقابل هدف أو تعادلنا بهدفين لهدفين أو فزنا بنتيجة 3-2، فهذا ليس أمرا حاسما بالنسبة لي، لكن الفوز دائما أكثر متعة من الخسارة، ولقد حصل معظم اللاعبين على وقت اللعب الذي خططنا له مسبقا، وهذا هو المهم، وأعتقد أننا قدمنا شوطا أولا جيدا جدا حيث صنعنا العديد من الفرص ولم نضيع سوى القليل من الكرات. أما الشوط الثاني كان متفاوت، لكننا أنهينا المباراة بقوة، فرضنا ضغطا شديدا على المنافس وتمكننا في النهاية من تسجيل هدفين، وتمكن فريق كوبنهاغن من تعديل النتيجة في الدقيقة 88 من تسديدة بيرجر ميلينغ، وبعد دقيقتين فقط تمكن أمين شياخة من ضمان الفوز وتسجيل 3 أهداف فريقه وثالث هدف شخصي له في المباريات التحضيرية قبل الانطلاقة الرسمية للبطولة الدنماركية، وبداية قوية لأمين شياخة في التحضيرات. من جهته ياسين بنزية هو الآخر يواصل التألق في التحضيرات مع فريقه كرباخ الأذري، وهذه المرة سجل هدف رائع من كرة ثابتة من مخالفة، هدف في الزاوية 90. ياسين بنزية يمتعنا أحيانا بأهداف جميلة وجميلة جدا. نمر إلى موضوع آخر يخص سوق انتقالات لاعبين، والبداية من لاعب الفريق الوطني لأقل من 23 سنة لاعب نادي سوشو الفرنسي سامي فرج من مواليد 2001 الذي انضم رسميا إلى نادي أستيراس تريبوليس اليوناني. ونشر النادي مقالا في موقعه الرسمي رحب فيه باللاعب الجزائري وقال انضم لاعب كرة القدم سامي فرج إلى فريق أستيراس، وولد فرج بفرنسا ويحمل الجنسية الجزائرية ويلعب كلاعب وسط وجناح، ومرحبا بلاعب كرة القدم في عائلته أستيراس تريبوليس، ونتمنى له التوفيق. كما نشر الموقع بيان عما قاله سامي فرج بعد توقيعه مع النادي اليوناني، وقال اللاعب أنا سعيد جدا بوجودي هنا، لا أستطيع الانتظار لأرى ما يمكنني فعله على أرض الملعب، شكرا على الثقة، سأعمل بجد لإثبات نفسي في فريقي الجديد. ننتقل الآن إلى يوسف عطال الذي كثر الحديث عن قضية انتقاله إلى مارسيليا، وهو أمر مستحيل، فلا يمكن أبدا أن تنتصر الرياضة على السياسة، وهذا أمر طبيعي ولا يمكن أبدا هزم اللوبيات العنصرية على أرضية ميدانهم، لذلك يا عطال عليك أن تعلم أنه لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. وبخصوص انتقال عطال من نادي أظنة إلى نادي آخر، أكد رئيس نادي أظنة ديمير سبور مراد سانجاك أن الاتفاق بين عطال ونادي أولمبيك مارسيليا لم يتم بسبب تصريحاته حول فلسطين، وقال أتمنى أن يبقى عطال معنا، ونحن على استعداد لتقديم عرض جيد يقنع عطال بتمديد عقده مع الفريق، معبرا بذلك عن رغبته في الاحتفاظ بالظهير الأيمن للمحاربين، شأنه شأن اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي. وفي موضوع آخر، حسمت إدارة نادي الغرافة
القطري في مستقبل ياسين إبراهيمي الذي انتهى عقده مع نادي الغرافة مع نهاية الموسم الكروي المنصرم 2023-2024، وتلقى اللاعب عديد العروض من أندية سعودية وقطرية، لكن إدارة الغرافة قطعت الشك باليقين وأعلنت رسميا عن استمرار مغامرة ياسين إبراهيمي مع النادي القطري. والتحق اللاعب بمعسكر الفريق في سلوفاكيا، ويتخلل هذا المعسكر 4 مباريات ودية حسب بيان النادي، ويقص الغرافة شريط الوديات يوم السبت بمواجهة نادي سلوفاكي، وفي اليوم التالي يواجه فريق الشارقة الإماراتي، ثم يواجه زميله رياض محرز وناديه الأهلي السعودي يوم الجمعة القادم والموافق ل 26 جويلية، قبل أن يختتم مسلسل المباريات الودية يوم 31 جويلية الجاري بمواجهة فريق من قبرص. وفي موضوع آخر، كريم صدادكا ما زال يبحث عن نفسه ويحاول بعث مشواره، وهذه المرة من بوابة فريق إيطالي ناشط في الدرجة الثانية، وأعلن اليوم نادي سوتيرول على توصله إلى اتفاق مع نادي سويفت اللوكسمبورغي بشأن اللاعب كريم صدادكا. ووقع صدادكا عقدا لمدة 3 سنوات مع أفسي سوديتيرول حتى 30 جوان 2027. كما نشر النادي ايضا على موقعه بعض المعلومات عن مسيرة صدادكا، اهم ما جاء فيها ان كريم صدادكا من مواليد سنة 2000 في فرنسا، بدايته كانت مع نادي نيس، ويحمل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 سنة، الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، ويلعب الاساس كجناح ايسر، على الرغم من انه يمكنه ايضا التألق على الجانب الايمن من الملعب. وفي صيف 2018 انتقل صدادكا من نيس إلى نابولي، وفي أكتوبر 2020 تمت إعارة لاعب خط الوسط إلى كافيزي في الدوري الإيطالي. كما قضى صدادكا موسم 2021-2022 معار أيضا في نادي شارلوروا البلجيكي، وفي الموسم التالي عاد إلى نابولي ولعب تحت قيادة سباليتي بعض المباريات، وكان له شرف حمل إسكوديتو التاريخي 3 للأزوري في نهاية الموسم. وفي الصيف الماضي تم شراء عقد اللاعب من قبل النادي اللوكسمبورغي، وختم النادي مقاله بالترحيب بصدادكا. وفي موضوع آخر، نشر حساب سي ميلان الناطق بالعربية صورة لبن ناصر وهو مبتسم، معلق عليها حيها البسمة في ميلان دائما، في إشارة قوية لبقاء متوسط ميدان الخضر مع العملاق الإيطالي نادي سي ميلان، الذي ضمن صفقة جيدة جدا في وسط الميدان وسط، حيث اتفق النادي على كافة البنود مع يوسف فوفانا لاعب الوسط الدفاعي لموناكو. فوفانا لمن لا يعرفه هو أحد من أفضل اللاعبين في الليغ آن، وكان مرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان، خصوصا مع رغبة أوغارتي للرحيل إلى اليونايتد. وبهذه الإضافة النوعية لوسط ميدان ميلان الدفاعي، ستكون المنافسة الشديدة، ويا ترى من سيكون الضحية؟ نمر الآن إلى الفريق الوطني وإلى موضوع متداول وبشدة في مختلف وسائل الإعلام، جرائد، مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، أن هناك لقاء مرتقب بين الناخب الوطني بيتكوفيتش والقائد رياض محرز في فيينا النمساوية. وقبل ذلك تم الحديث على برمجة لقاء بين محرز وبيتكوفيتش، وكأن الأمر يتعلق بلقاء بين تبون وبوتين، وهو ما يتطلب تخطيطا دقيقا وتنسيقا عالي المستوى لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق الأهداف المرجوة. ويجب الاتفاق على جدول الأعمال وتحديد الموضوعات والقضايا التي ستناقش خلال اللقاء، وتنسيق دبلوماسي وترتيبات أمنية وإعداد لوجستي، ولا ينقص سوى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات، يعني الدبلوماسية المعتادة من الاستقبال الرسمي والتحية والمراسم وإما إذن. ما هذا العبث؟ وإعطاء الأشياء أكثر مما تستحق؟ اتصال هاتفي من بيتكوفيتش لمدة 10 دقائق ينهي الموضوع، أو دردشة على سكايب أو ما شابه ذلك والقضية انتهت؟ ما هي يعني القضايا المهمة التي تحتاج إلى كل هذه الترتيبات لمدة أشهر ونحن ننتظر في هذا اللقاء؟ ما هي هذه القضايا؟ يعني قضية أن يلعب محرز أساسي أو لا، أو أنه من سيكون هو القائد أو لا؟ ما هي هذه القضايا التي سيتحدث فيها الرجلان؟ وحسب رأيي أن من يتحمل المسؤولية الكاملة في هذه القضية هو المدرب بيتكوفيتش، كان عليه إن كان يرى في محرز أنه ما زال قادر على تقديم الإضافة يضعه في القائمة المستدعاة في التربص الماضي ونقطة ويعود للسطر، فإن لبى محرز الدعوة وهذا ما كان سيحدث، وبنسبة 100% حسب رأيي فالأمور حسمت وأغلقنا باب التأويلات والجدل وما إلى ذلك. وإن رفض محرز الدعوة نطوي ملفه ونمضي قدما،
لكن بيتكوفيتش أراد أن يبقي الأمور غامضة وتحتمل أكثر من تفسير، وهذا خوفا من الفشل وليس حبا في محرز أو تقديرا لإمكانيات محرز الكبيرة. يعني حتى لاعبين لم يقتنع بمستواهم، لم يستطع أن يصرح ويقول أنا لم أقتنع بمستوى هؤلاء اللاعبين ولن أستدعيهم، خوفا من ردة فعل الجماهير. لذلك وحسب رأيي من يتولى هذا المنصب عليه أن يكون أكثر شجاعة وثقة بالنفس وصرامة. يعني الدبلوماسية شيء جميل، ولكن ليس إلى هذا الحد، ليس إلى هذا الحد أن تنتظر لاعب أو لقاء بين مدرب ولاعب لمدة 6 أشهر أو أكثر. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن نلتقي في فيديو آخر، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.